النهارده يا حبيبي عملت رقاق باللحمه المفرومه اللي هو من اساسيات العيد الكبير. يا رب الوصفه بتاعتي تعجبكم. عايزين تعرفوا اتعمل ازاي؟ يلا بسرعه نشوف الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم يا حبايبي في مطبخ بيت العز، معاكم ام احمد. ان شاء الله النهارده نعمل رقاق العيد بالطريقه الاصليه المصريه من غير اي اضافات زياده، هي الطريقه بتاعته. نبدا بسم الله نقول المقادير. اول حاجه يا حبايبي البهارات، فلفل اسمر، قرفه، بهارات مشكله والسبع بهارات، ومعايا البصل ونص كيلو لحمه، ومعانا طبعا الرقاق. نبدا بقى نحط الحاجات على النار سوا. الزبده دابت اهي، هبدا انزل عليها بالبصل. هبدأ انزل باللحمة. احط البهارات، انا ما حطيتش المره دي حبهان ولا لوري لان الشوربه فيها كتير بصراحه. والرقاق يا جماعه حلاوته ان يتعمل بشوربه لحمه، يعني الافضل احسن مليون مره من شوربه الفراخ، ملوش طعم زي شوربه اللحمه بالظبط. اللحمه بتدي لها طعم حلو. في بقى ناس بيحطوا لها صلصه، لكن انا بكلم لكم على اصولها ان هي ما بتحطش عليها، هو دي كده اضافتها بس. اخر حاجه زي ما قلت لكم قبل كده الملح، لو حطينا الملح في الاول بيعمل ايه؟ تكتلات في اللحمه. كده اللحمه خلاص استوت والشوربه انا غليتها دلوقتي، لازم شوربه سخنه مش شوربه ساقعه يا جماعه. دي شوربه ودي زبده على شوربه، ودي الصينيه دهناها زبده اهي اللي هحط فيها. نبدا بقى نحط الرقاق في قلب الشوربه. ناخد الرقاقة كده، عايز تعملي بمعلقة براحتك، بس انا شايفة ان دي اسرع معايا اما بعمل بكوبايه. بغرقها من اليمين. بصوا بقى لما بتكون الشوربه سخنه بتبقى طريه ازاي. احطها بقى في قلب الصينيه التانيه بالشكل ده، وانزل عليها بالسمنه. زي ما وريتكم بنغرق الرقاقه. احطها هنا بالشكل ده وانزل عليها بشوية شوربة بسمنة.
وانتي بتعملي بتعدي الرقاق، عايزه تحطي 4 فوق 4 تحت براحتك، عايزه تحطي 5 فوق 5 تحت براحتك، دي حسب الرغبه بتاعتك، بتحبي الرقاق كتير او قليل. كده انا حطيت 4 رقاقات فوق، تحت هحط 4 فوق ان شاء الله. هبدا احط اللحمه، هبدأ احط الرقي التاني من الرقاق، هسيبها نص ساعة وابدأ احطها في الفرن. وده الشكل النهائي لصينية الرقاق، هقطعها اوريكم الشكل النهائي. وده الشكل النهائي للرقاق، يا رب تكون وصفتي عجبتكم. كانت معاكم أم أحمد من مطبخ بيت العز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.